درست 13 11/2013. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا معلم. فيك تحكي لنا شوي عن الوضع المأساوي بمدينة الرسمة؟ والله وضعنا شوفت عينا. لا أكل، لا شرب، وقصف، ودمار، وخراب. إذا كيلو البطاطا صار حقه 200 ليرة، كيلو الرز صار حقه 150 ليرة، كيلو السكر حقه 150 ليرة، مازوت ما في، ربطة الخبز صار حقه 100 ليرة. واكل ما في وشرب ما في، قلت لك كيلو البندوره صار حقه 150 ليره، وفوق منها دق بالقذايف، قذايف وطيران وضرب وحرب، وما رايحه غير علينا على هالشعب. طيب اخي احنا عباب شتويه، شو مجهزين للشتويه؟ والله ما لنا مجهزين غير رحمه الله. طيب حطب ومازوت ما نكون؟ لا حطب لا مازوت، والله حطب ما في، يعني اذا كان في شويه حطب من شتويه الماضي راهي السجر كله انقص، ومازوت ما في، يعني لتر مازوت حقه 160 ليرة، مين ما يشتري 160 ليرة؟ اللي ما 160 ليرة بيروح يشتري فيه أكل لأولاده. طيب غاز أخي، شو سعر جرة الغاز بالرسمة اللي نوجدها؟ إذا التقت حقها 4000، 5000، 5000 هذا مصروف، يعني الواحد بده شهر لا يطالع من 5000، ما بيطلع من بنهار واحد. يعني بشهر لحتى بقى يطالع من 5000. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ يعطيك العافية، دين الرسمة 13 دقيقة.